صندوق النادي الاهلي. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ده صحتك؟ وحشني، عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي، الحمد لله كله تمام؟ كله تمام بالتوفيق يا رب في السودان ان شاء الله باذن الله. دعواتكم. انت رئيس البعثه ان شاء الله. ان شاء الله وشك دايما حلو. يا رب يا رب باذن الله. الاهلي الاهلي اعتقد انه بيعيش افضل فتراته في التوقيت ده. يا رب ان شاء الله، بس نكمل كده ان شاء الله. الحمد لله ان احنا في استقرار وفي كيرف عالي الحمد لله، واللعيبه يعني داخله في المود بتاع المباريات. يا رب دايما وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. هناك احلام طموحات جمهور الاهلي بقت عاليه جدا، يعني جمهور الاهلي بقى كل اللي بيفكر فيه كاس العالم الانديه الجاي من وانتوا راجعين من الدوحه. ما طبعا هو يعني احنا عندنا ثقافه الفوز ان شاء الله، يعني ربنا يكملها كده ان احنا نتاهل ويبقى بنحقق بقى يا رب الحلم العاشر بقى ان شاء الله كده باذن الله. ازاي بتقدروا تمشوا بالطريق بالتوازي في الطريقين يا خالد؟ يعني الانشاءات والمنشآت داخل النادي والتطوير وفريق كرة القدم اللي بيعاني في استقرار مادي وامور الحقيقة هادئة جدا. بص، هي رؤية مجلس الإدارة الحقيقة من زمان ان احنا عندنا التزام تجاه اعضاء الجمعية العمومية والبرنامج الانتخابي اللي احنا وعدناهم بيه، الحمد لله ان احنا حققنا جزء كبير جدا منه. يعتبر يعني خلاص احنا في حدود 85-90% منه. كل اللي وعدنا بيه في الانشاءات تمت ولسه في جاي. دلوقتي يعني الاربع فروع بما فيهم التجمع فيهم انشاءات جامده جدا. فرع الشيخ زايد في نصيب كبير حاليا، مدينة نصر تم مجموعة إنشاءات كبيرة قوي، رغم إن لسه كمان دلوقتي بتعمل فيه الجراج، والجراج ده كان حلم أعضاء الجمعية العمومية من قديم الأزل، بس الحمد لله يعني إن إحنا عرفنا نحصل على الرخيص، وكانت أوامر من السيادة الرئيس إن بعد توسعات. اتفضل اتفضل معاك خالد. فعرفنا ان احنا الحمد لله نبدا فيه، وخلاص يبقى احنا كده تجمع ابتدينا فيه برضو. الحقيقه احنا عملنا حاجه، احنا عندنا يمكن احنا من كام يوم عملنا مناقصه محدوده بين اربع بنوك كبار، اكبر اربع بنوك في مصر، وفي بنك حصل على هذه المناقصه ان احنا خدنا تمويل بضمان. احنا عندنا شيكات كثيره جدا من العضويات اللي بالتقسيط. فبرضه دي رؤيه اللي انا احب اوضحها لك، ان الشيكات دي بنأتي الملايين يعني. فاحنا خدنا جزء منها مش كلها طبعا، استعجالا ان احنا عايزين نفتح فرع التجمع ونكمل انشاءاتنا. التمويل ده خدناه عشان الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هي شغالين من النار يعني في فرع التجمع، وعدنا ان احنا في القريب العاجل نبتدي. يعني انتوا قبل نهايه الدوره ممكن تكونوا خلصتوا مثلا مرحله اولى؟ لا مش مرحله اولى، ده احنا نكون فتحنا خلاص، فتحتوا النادي تماما. فتحنا المرحله الاولى، احنا خلصنا البنيه التحتيه. ودلوقتي حمام السباحه، جزء من الملاعب، مبنى اجتماعي، كل ده شغال دلوقتي. فبحيث ان احنا عارف يعني هي رؤيه بقى استثماريه شويه، ان انت مجرد ما هتفتح يجيلك تدفق نقدي عالي جدا من العضويات، هتسد اللي انت خدته ده مفيش في حاجه بسيطه جدا. يبقى انت كده فتحت وعملت عائد مادي عالي، وعدت الناس فاوفيت، نفذت انشاءاتك، عملت كل اللي انت عايزه. في نفس الوقت انت بتوفر الناحيه الثانيه طبعا، الناحيه الرياضيه بقى بتوفر للعبتك في كل الالعاب مش كوره بس، استقرار، مفيش لعيب متاخر عليه، عنده فلوس، موظفين النادي متنزلين معاهم في كل المكافئات المعتاده، العلاوات، كل حاجه يعني الحمد لله احنا ماشيين كل حاجه بالتوازي يعني.